بس هو ليس دفاعا الان مدرب منتخب الارجنتين، لكن اوغوستو فرنانديز مصاب، باستوري مصاب، دي ماريا ايضا مصاب، لاعبه جزء من في 90 دقيقه قبل ركلات الترجيح في الارجنتين. لكن بيتزي الذي صرح قبل المباراه النهائيه بانه هناك خطه لمواجهه ميسي، واضح بانه نجح نجاحا كبيرا في هذه الخطه. كبطر يعني لما ناخذ المباراه بكاملها اعتقد ظهرت هذه الافكار في الشوط الثاني. نعم، عفوا على المقاطعه، لانه اللقطه هذه مؤثره جدا بصراحه. ريا في هذه المرحله، في المقابل حتى وان كان متواجد اغويرو او لاميلا، يجب ان يعني نكون اكثر واقعين في عمل